أنا الشاب أحمد الحسين من مدينة الرستان، المنشق عن صفوف النظام من محافظة مدينة إدلب، وعانيت فيها الوصول إلى هذه المدينة. ببداية الثورة كنت عم أدرس هندسة ميكانيك، وأجبرتنا إنه نترك المعاهد والكليات والجامعات. من مدينة الرستان، مواليد 1989. بدأت فيها أنا كثورة سلمية في مظاهرات بين الدراسة وبين القتال. قمت بس اللي صار فينا إني كنت حابب أكمل دراستي. ننتقل الآن مع الأخ أورياد طحان القائد العسكري في لواء أحفاد علي. أهلا بك أخ أورياد. أهلا وسهلا. أخ أورياد، ماذا تحدثنا عن حياتك الثورية سواء قبل الثورة السورية وسواء بعدها؟ أخي أنا أول شيء كنت قبل الثورة كنت أشتغل في حلب، يعني عمل حر في معمل غزل، معمل ديري. فانضيت الثورة وصارت المظاهرات، التحقت المظاهرات، وأثناء المظاهرات كنت أنا أشتغل بالمعمل طبعا. فأنا وريع المعمل هاريتا، فتوقفت على حاجة بحلب. أثناء توقفت ضليت محبوس لفترة معينة، وأنا في الحبس طبعا قررت أنه أتسلح بعد ما أطلع من السجن، قررت أتسلح وكذا. طبعا شفت منيك من المعاناة والتعذيب اللي كان، وأسهل أنه حاولت أنه قلت أتسلح. طيب إيش هي وسائل التعذيب اللي كانت تستخدم خلال وجود فترة وجودك بالسجن، وهالشيء كان السبب مثلا بوقوع شهداء جراء التعذيب أو حتى حالات إغماء أو غيره؟ والله ناحية التعذيب كان أكثر شيء تعذيب عندنا هو الشبح المعروف عند النظام والكهرباء، وفي طبعا عدة طرق وعدة آلات يعني للتعذيب. فأثناء التعذيب وأثناء الشبح مرت عليه أشهر واحد فمات، يعني استشهد أثناء التعذيب الكهرباء. وفي ناس كانت تغمى كتير طبعا من الكهرباء، يعني حتى أنا واحد الناس أغمى كتير من الكهرباء. طبعا الكهرباء يعني صعب كتير هي بالشبح، والله يعني كان صعب كتير التعذيب. بعد ما أنه طلعت من السجن إيش اشتغلت؟ طبعا بعد ما طلعت من السجن فورا أنا التحقت بالجهات، فورا تسلحنا وضميت مع الشباب. طيب بالبدايات كانت الأسلحة متوفرة، لمين انضميت؟ الأسماء الفصائل اللي انضميت لها، وكيف كانت معارككم؟ أول كانت ما في فصائل، كانت مجموعات يعني عادي، وكانت الأسلحة يعني شبه محدودة، يعني ما كان يعني قليلة. فانضميت لمجموعة الضيعة وصرنا نطلع نضرب حوايز على الطرقات. كانت معنا الأسلحة يعني بوريد أكثر شيء، بس يعني بي كي سي يعني يلا يلتقوا معنا أو ما يلتقوا، أو قاضي في التقوم أو يعني قليل شلون. فالرغم هيك كنا نحرر الحمد لله، وكانت أمورنا ممتاز جدا. بعدين ضميت لحرر الشام، صار حرق حرر الشام، ضمن أنا تبعنا أنا الحمد لله. إيش هي المعارك اللي ساهمت فيها خلال فترة وجودك مع الأحرار الشام؟ طبعا حوايز أكثر كانت على طريق حلب، ومعارك سجن حلب واسم ريحة، مطار تفتناز، مطار الجراح، الرقة، إدلب، وآلية جوية تبعت هاي الدويلة، وجبل حظ، إيكاردا، كانوا كلها دولي طبعا. وبعدين آخر شيء هي الفوعة. طيب مثل ما شايفين إنه أنت صار عندك إصابة خلال معركة الفوعة، إيش بتحدثنا عن هذه الإصابة؟ كيف صارت معك؟ يعني الشيء اللي تسببت فيه؟ والله أخي شوفنا بالفوعة أثناء التحرير، فكان عنا أخ مستشهد تقريبا قريب على الجيش، فرحنا أنا إحنا وأربع خمس شباب مجموعة يعني، فرحنا نجيبه. ففتنا على البيت اللي نجيبه منه، فالبيت كان مغمى منه، وانفجر فينا الغم. استشهد معنا طبعا واحد، وأنا صوب إجدي وإجري طبعا ورقبتين، وفي معنا أخ الآخرين صوب بعينيه، وفي إصابات كانت والله. ايش هي ابرز المواقف اللي صارت معك خلال ما شاء الله فتره جهاد 3 سنين او 4 سنين؟ فاكيد صارت معك مواقف لربما تكون نادره، فايش هي؟ تحدثنا عن المواقف. اكيد كنا نحن احد مرات بريحه جبل 40، فنحن نازلين من الجبل كنا رايحين على نقطه جديده. فانا هريتها كنت لبس لباس جيش يعني، فسبحان الله نحن وصلت لي، فطلع لي ضابط فصار يصح لي ابني وين رايح وكذا. فأنا فورا طبعا كان ساب إيدي، التفت عليه رميت عليه فورا مباشرة وانبطحنا. واحدة المرات كنا بحلية نحن فتنا على مشط البيت، فطلع لي عسكري من البيت طبعا،
وضربني بالتم البردي، فتنا عنده غرفي فما لحق وضربني في البوز البردي على صدري، والحمد لله طبعا يعني الله مكننا منه. اخي ابو رياض، ماذا تحدثنا عن الاوضاع الماديه للمجاهدين هنا في الداخل السوري؟ اخي والله نحن يعني حاليا يعني كنا عم نقبض هلا حاليا ما يقارب شغل 12 ل 15,000، وين هالشيء طبعا اكيد يعني بتعرف الدماء بكفي يعني انه الغلاء الاسعار وكذا فما بكفي شيء، بس ولكن نحن ما طلعنا لغايه المصاري او غايه المال، فنحن ان شاء الله غايتنا اكثر من اعلى من كثير، هي غايه لإله الله ان شاء الله نصل مستضعفين، ولكن يعني الحمد لله رب العالمين بكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فوالله يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ازهى قائلين، فربك هو بعين يعني وان شاء الله ربكم متكفلنا يعني. ما هي الرسالة التي توجهها إلى أهلنا سواء في الداخل السوري المحرر أو حتى النازحين إلى خارج سوريا؟ والله نحن نقول للأخوة إن شاء الله إحنا مستمرين بطريق الجهاد إن شاء الله، ونروح إن شاء الله نخلصه من ظلم بشار وأعوانه إن شاء الله، ورغم الطيران اللي عقب صفقنا والمدفعية وكذا إن شاء الله صابرين إحنا للشيء هذا، ورسالة يوجهها للأخوة النازحين لتركيا سواء تركيا أو غيره أن يرجعوا لصفوف الجهاد يعني، وهو هذا الطريق إن شاء الله طريق عز إن شاء الله، فهذا الطريق يعني ما لهم غير بلد أخي يعني يجي دافع عن بلد أهم شيء يعني. أنا الشاب أحمد الحسين من مدينة الرستم، المنشق عن صفوف النظام من محافظة مدينة إدلب، وعانيت فيها الوصول إلى هذه المدينة. ببداية الثورة كنت عم بدرس هندسة ميكانيك، وأجبرتنا إنه نترك المعاهد والكليات والجامعات. من مدينة الرستان، مواليد 1989، بدأت فيها أنا كثورة سلمية في مظاهرات بين الدراسة وبين القتال. قمت بس صار فينا إني كنت حابب كمل دراستي،